للحديث أكثر تنضم إلينا الدكتورة نجوى خوري، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة. دكتورة نجوى خوري، حياك الله في قناة المملكة. يعني أبدأ معك من حيث انتهى الدكتور عادل البلبيسي، أين نحن على مسارنا في خضم هذه الجائحة؟ تسجيل فحوص إيجابية بنسب مرتفعة عن الأيام السابقة، فأين نحن وماذا يعني ذلك؟ أنا أرى أن الأردن لا يستطيع أن يكون بعيداً عما يحصل عالمياً، وأنا أرى أن العالم كله في الوقت الحاضر، إن نظرنا إلى العديد من المراجع العالمية ترى أن هذه الفيروس انتشرت بصورة كبرى في أماكن أخرى عديدة. أيضاً نحن مقبلين على فصل الصيف، مضبوط أن فصل الصيف يعطينا تباعد أكثر، ولكن برضه يحضر لنا ناس من برا. نحن ربما لا يكون لدينا علم إن كانوا عندهم كورونا أم لا، حتى لو فحصوا في البعض في أمراض الواحد يحمل الفيروس ولكن ما يبين عليه إلا بعد يوم أو يومين. فأنا بظن إن موضوع ارتفاع عدد الحالات يتناغم مع ما يحصل عالميا، وإذا نظرت إلى بعض من المراجع مثل ويردوميتر، الجميع لديهم في الوقت الحاضر ما يسمى ريسيرش. ليش؟ هذا أسبابه عدة، ربما أحدها الدلتا التي كانت من الأنماط التي تنتشر بسرعة كبرى، ربما هذه فيروس حية تتعايش مع الواقع وتتغير حتى تستطيع أن تعيش. فأنا أرى أنه فعلا يجب أن نعطي بالنا أن ربما ما نرى هو فعلا ما يتماشى مع يحصل عالميا، فنرى إن شاء الله أنه نستطيع السيطرة على الموضوع بإذن الله. دكتورة نجوى خوري، عندما نتحدث عن ماهية هذا الفيروس الذي لا يستطيع العلماء في هذه المرحلة أو حتى المرحلة السابقة بالتنظير بالتفصيل بماهية هذا الفيروس أصلا ولا حتى ماهية اللقاحات، الآن التزام بالإجراءات الحكومية من قبل المواطنين والإجراءات الحكومية التي تكون على قدم وساق بالتشجيع على اللقاحات وإعطائها. طيب ما المطلوب من الجهتين، سواء المواطنين الذين يعملون كل ما في وسعهم والحكومة التي تعمل كل ما في وسعها لمحاربة ومجابهة هذا الفيروس؟ أنا خوفي عادة، مع أنه نرى أن المواطن كان دائما مستعد، ولكن كثير مرات أصبح هناك نوعا من الملل، وهذا مش وقت الملل. أنا أحبذ أن المواطن يظل هو برضه بنفس الوقت يلتزم عدة أمور. التباعد ربما من الصعوبة بمكان أنه يلتزم الواحد فيها، خاصة إذا نحن نريد أن نفتح المدارس نفتح الجامعات، ولكن الكمامة ضرورية في كل الأوقات. الكمامة أنا أرى أن في وجود صعوبة في التباعد، خاصة إذا نحن حاولنا أن نعيش بصورة تتماشى مع أرض الواقع، الكمامة أصبحت أهم من قبل، ووجب أن نتأكد أن الواحد يكون معه كمامته في أي وقت من الأوقات، أي إذا قعد حتى مع أصحابه أن يكون معه الكمامة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الجرعة الأولى مضبوط إحنا أخذنا، ولكن ليس بالقدر الكافي، وعلينا أن نذهب إلى المواطن نفسه. أنا بعرف أنه في الوقت الحاضر نقول للإنسان أنه يسجل على المنصة، يا حبذا لو يكون حتى نوعا من يروح الواحد إلى المجتمعات يعمل محل اللي يكون قريب من الناس، خاصة الذي ليس لديه القدرة أن يدخل على المنصة، مع أنه يقال لي أنه المنصة سهلة. أنا أرى أن المنصة ربما هنالك في بعض من الأماكن صعوبة لديهم، وكمان إحنا لازم نعرف أنه هذا فيروس أي واحد منطقة حتى لو أنها صغيرة ونائية وما أخذوش جماعتها الفاكسين المطعوم، يمكن أنه يصيروا بؤرة حتى لو إحنا سيطرنا في جميع أنحاء المملكة. فنأمل أنه نستطيع أنه نذهب إلى جميع الأماكن للتطعيم بصورة أوسع. أنا آمل أنه نستطيع أن نكون كثير أعلى من هيك إن شاء الله. أنا بعرف أنه مليونين وهلمة، ولكن هذا إحنا بدنا نكون كثير أكثر، 20% في الوقت الحاضر. نأمل أنه يصير كثير أعلى، خاصة أنه إحنا ما نفتح المدارس ما نفتح الجامعات لا نستطيع أن نبقى كما نحن، ولازم نحضر حالنا إذا نحن نريد أن نفعل ذلك. نعم، تم الحديث والتشجيع من قبل الحكومة على خضوع الأطفال من سن 12 عاما فما فوق بموافقة ولي الأمر إلى اللقاحات، وهناك أصغر طفل خضع للقاح في مملكتنا عمره 12 عاما بموافقة ولي الأمر. نحن مقبلون دكتورة نجوى على عودة التعليم الوجاهي في مملكتنا، مع سير العملية للتطعيم والخضوع إلى اللقاحات خصوصا هذه الفئة العمرية
العمرية الحساسة، كيف ترين مدى نجاعتها وأهميتها للأطفال؟ أهميتها كبيرة جدا، لأننا نريد أولا أنهم الأطفال معروف أنهم يمكن أن ينقلوا الفيروس إلى ذويهم، فإذا هم مصدرا للعدوى حتى لو أنه ما كان عندهم مرض، هذا من ناحية. أيضا إذا نحن أردنا أن نفتح المدارس علينا أن نتأكد أن هذه الفئة تكون جميعها مطعمة حتى لا تصبح مصدرا لانتشار المرض لمن هم في البيوت، وحتى هم نفسهم في أمرار عدة ممكن أن يصابوا بمرض خطير. فإذا أنا أرى أنه من الواجب أن نعمل بجد وبأسرع وقت ممكن أنه نعطي المطعوم لهذه الفئة بأسرع وقت ممكن حتى أنهم يدخلوا إلى المدارس بسرعة. يعني أي طفل فوق 12 سنة، طبعا المدرسة تستمر لل 18 سنة، كلهم يطعموا بأسرع وقت ممكن. هذا كيف ممكن يصير؟ وزارة الصحة قادرة على هذا. الوزارة دائما أثبتت، مش حتى حد يقولها شو تعمل، هم دائما بيعرفوا بالتطعيم أحسن من أي أحد آخر. نعم دكتورة، نتحدث عن أهمية هذا المطعوم خصوصا لهذه الفئة العمرية بالذات، وأيضا المطاعيم التي مخصصة لأعمارهم، يعني دمجها مع المطاعيم الأخرى التي يتلقونها أو تتلقاها هذه الفئة بالذات، لا تتضارب المطاعيم مع بعضها. لا تتضارب أبدا، ولكن إذا إحنا أردنا أنه نفتح المدارس، الأولوية في الوقت الحاضر أن ننجز عملية إعطائهم جميعا مطعوم الكورونا حتى نستطيع الدخول إلى المدرسة بأسرع وقت ممكن ونستمر بما باقي. أود أن أشير أن كل المطاعم التي تعطى لمن هم فوق 12 سنة، هذه مطاعم إحنا في معظم الحالات أخذوها وهم أطفالا صغارا، على سبيل المثال المدعمة للكزاز وهلو مجرم. فنحن نعطي الأولوية في الوقت الحاضر لإعطاء مطعوم الكورونا حتى ننجز ذلك، ثم نتجه إلى بقية المطاعم. نعم، إذا دكتورة نجوى خوري، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، شكرا جزيلا لك دكتورة على كل هذه المعلومات.